كاميرا الابطال كانت موجوده في ماتش سموحه واللي اتلعب امبارح على صالتنا، وفوزنا 39-23. طبعا المكسب النهارده، فاضل لنا ماتش في الدور الثاني ان شاء الله بكره مع فريق الشمس الساعه 8 في صاله الشمس ان شاء الله، وان شاء الله بمكسب نكون احنا هنا الدور الاول والثاني الثاني بالهزيمه ان شاء الله. وبحيي طبعا الفريق على مجهوده النهارده، الحمد لله حصل روتيشن بين اللعيبه وكل لعيبه لعبت وكان ماتش كويس الحمد لله. احنا كده كده صعدنا اول في اول مجموعه الحمد لله، بس احنا عندنا حاضرين عادة نفسنا انا والبنات ان احنا ان شاء الله نكمل الموسم ان شاء الله بدون ولا هزيمه، واحنا عندنا ماتش بكره حافز ويكون عندنا ثقه كمان ان احنا نكسبه كمان عشان نوصل دوري المجموعه كمان، واحنا كاسبين كل الفرق ودينا حافز كمان احنا نلعب الشمس كمان لسه مرتين وكمان مره في بطوله القاهره، فدينا حافز ان احنا نكون راكبين عليهم باللغه الدارجه في الهاندبول يعني ان احنا كاسبينهم. والله الحمد لله النهارده فرقه سموحه فرقه كويسه، فرقه بتنافس برده بتطلع عندها امل ان هي تطلع من الاربعه الاوائل اللي هم هيلعبوا دورتين مجمعتين ان شاء الله هتتحدد في شهر 4 وكده. فريق كويس فريق محترم، يعني احنا السنه دي قلنا ان احنا ان شاء الله احنا حسمنا اول بطوله، فاضل لنا بطولتين ان شاء الله. بطوله الدوري دي بطوله مهمه قوي بالنسبه لنا، ان شاء الله عندنا بكره مباراه برده مع الشمس في نادي الشمس على ملعبه، مباراه قويه برده ان شاء الله، ما تقبلش الاسم على الاثنين، احنا عايزين نطلع اول مرتاح زي ما بيقولوا عشان نطلع المجمعتين يعني مش مغلوبين وكده. فماتش ان شاء الله مهم ان نقدر ان شاء الله نحسن بيه نبقى على قمه الدوري ان شاء الله. احنا بنتمرن وحاطين هدف كبير قوي ان احنا نكسب الثلاث بطولات عشان نرجع تاني ثقه النادي الاهلي فينا والجمهور، واحنا كمان نرجع ثقه في نفسنا. احنا كان عندنا دروب السنه اللي فاتت وده واخدينه حافز لينا ان احنا ان شاء الله نكسب السنه دي، وبتبقى حاجه يعني موتيفيشن للي جاي ان شاء الله. فمش بس بنتمرن كويس قوي وكابتن يحيى بيساعدنا نعمل ده، احنا كمان عندنا الروح ان احنا الحمد لله نكسب ونفضل يعني مثبتين الجول بتاعنا. طبعا مباراه النهارده مع سموحه فرقه كويسه ما نقدرش نقول عليها فرقه ضعيفه، طبعا المكسب ده ادينا حافز لبكره، بكره ان شاء الله اخر مباراه في الدور التمهيدي بتاع الدوري، كده ان شاء الله احنا كده نطلع اول مجموعه، وبعد كده المفروض بياخدوا اول اربع فرق، لسه ما تحددش قوي مين اول اربعه، بس احنا كده كده اول مجموعه الحمد لله، ويلعبوا دوري مع بعض ذهاب وعوده وان شاء الله نكسب الدوري.